سيدة ندى، في مجتمعنا الأرمل والمطلق لا يعامل مثل الأرملة والمطلقة، يعني ولا يواجه نفس التحديات ولا وجهة نظر المجتمع، فشن السبب؟ بداية وبالفعل هذا ما تتحدث به صحيح. النظرة بين الرجل والمرأة سواء كان المطلق أو أرمل تجد أن الفرص أمامه أكثر بكثير من الأرملة أو المطلقة. بداية لأنه غالبا خلينا نحكي مثلا الزواج من أرملي أو مطلقة، في عندك أطفال غالبا ما يأخذ له الحق، يعتبر نعم. المجتمع حق أن يربي أبنائه ويجد من تكون له عون في تربية أبنائه التربية الصالحة، نعم. لكن المجتمع يعني يسحب من الزوجة أو يجردها من هذا الحق بأنها أيضا تأوي أولادها وتكون لها الحق في رعايتهم ضمن بيت جديد أو مسؤولية جديدة. نعم. هذه النظرة اللي خلينا نحكي أن يكون المجتمع بمكيالين، ما بين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين يعني الرجل والمرأة في هذه الحقوق، في الحقوق هذه وال يعني والتبعات سواء تربية أو غيرها من الأمور. فإذا رأينا فعلا نصيب الرجل وحظه من الزواج بأخرى أو بداية حياة جديدة نعم. يكون أكبر بكثير من المرأة. طيب، هذا مش في خلل هنا في توازن، زي ما تكلمنا قبل شوي مع الأستاذ ساسي، أنه في خلل في منظومة التربية، وأن هذا الأمر غير منطقي وغير صحيح، لما أنت ممكن تقول للراجل أنه هو ما يعيبه شيء، يتزوج ويطلق وعادي كيف ما يبي هو يتصرف. احنا عندنا الجملة هذه متداولة في مجتمعنا، بينما المرأة يختلف تماما وضحها، هنالك قيود وهنالك ضوابط اجتماعية أكثر من دينية عندنا في مجتمعاتنا. يعني اللوم والجلد الزائد للمرأة في حال الفشل الحياة الزوجية، فكأن جميع الأسباب تتعلق فيها في شخصها، في نفسها، في عدم إدارتها الصحيحة للحياة الزوجية، صح. وهذا خطأ كبير. قد الإنسان تجربة يتعلم منها ويصبح أكثر خبرة، يتلافى مظبوط، ما صحيح. بدأ من الأخطاء السابقة، لكن للأسف الشديد أن هذا ما يواجه بالعكس تماما. نعم. المرأة بعد ما تخوض التجربة وتخرج منها سواء مطلقة أو أرملة تجد المجتمع يلقي عليها ضغوط أكثر بدل أن يكون داعم ومساند لها توجيها وإرشادا صح. في كل المواضيع. يجب أن ندعمها سواء اقتصاديا حتى تكون شخصية قوية قادرة على أنها تكون فاعلة بالمجتمع، فاعلة بدورها الأساسي سواء التربوي أو كإنسانة لها كافة الحقوق والواجبات للمجتمع. طيب، ذلك هو أن تفضلي. يجب أن يتساوى رجل وامرأة به.